خلونا نتكلم مع حضراتكم عن تطوير ميدان التحرير. بعد زيارة رئيس الوزراء للمنطقة الاستثمارية في بنها، قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجولة في ميدان التحرير. خلال الجولة استمع لشرح من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، اللي وضح أنه مشروع تطوير ميدان التحرير بيسير على قدم وساق من خلال ثلاث فرق عمل على مدار ال 24 ساعة بتقوم بأعمال تطوير الميدان، وده بيتم تحت إشراف وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والسياحة والآثار والثقافة وكمان محافظة القاهرة وعدد من المكاتب الاستشارية. وأكد على أنه نسبة إنجاز أعمال المشروع وصلت ل 90%. رئيس الوزراء أشاد بما يتم من أعمال لتطوير ميدان التحرير اللي بيعتبر أهم ميادين المصرية وأشهرها، وأكد على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة بما يضمن سرعة الانتهاء من أعمال التطوير اللي هتكون نقلة حضارية للميدان. ينضم لنا على الهاتف تفاصيل أكتر المهندس محمد أبو سعدة رئيس المجلس القومي للتنسيق الحضاري. أهلا بيك يا باشمهندس، صباح الخير. يعني نسبة الإنجاز زي ما قال دكتور عاصم الجزار، نسبة الإنجاز وصلت ل 90%، عايزين نعرف إيه اللي تم تطويره وتغييره في شكل ميدان التحرير. يعني طبعا تم تغيير عناصر الميدان بالكامل فيما يتعلق بالصورة البصرية لواجهات المباني المحيطة بالميدان، مسارات المشاة من الأرصفة، من حركة العربيات، العنصر الرئيسي اللي هي صينية الميدان نفسه اتغير، المسار المؤدي للمتحف المصري الكبير. النهارده بنشوف مسار شرفي كبير جدا بيؤدي لمدخل المتحف المصري. عايز اقول ان مش بس زي ما حضرتك قلتي ان في تعاون ما بين كل الجهات الحكوميه، لكن اللي احنا تلاقيناه برضه تعاون كبير جدا من اصحاب المحلات والعقارات المطله على الميدان. لان احنا اعدنا صياغه جميع واجهات المباني ذات الطابع المعماري المتميز اللي على الميدان، وكانوا شركاء معانا فيها اصحاب المحلات اللي تحت، لان احنا وحدنا كل المنظر الباتريكات والالوان المستخدمه في كل المباني المحيطه بالميدان. كان في تعاون كبير جدا ان احنا ازلنا الديكورات اللي موجوده مخالفه لشكل المبنى الاصلي، وكانوا فيها تعاون كبير جدا. النهارده بيشهدوا ان الميدان بقى مسار جذب وبيعود عليهم برضه يعني حركه افضل من ناحيه مسار المشاه، من ناحيه الحركه التجاريه لاصحاب المحلات. التجربه اللي حصلت في ميدان التحرير يعني كانت التجارب الناجحه على المستوى الفراغ العمراني، ومن هنا كانت توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي مع رئيس الوزراء ان يتكرر التجربه دي في باقي ميادين وسط البلد. طيب ده هايل يعني جدا، كنت اسال حضرتك عليه اصلا يا باشمهندس، عن باقي الميادين في وسط البلد امتى يبتدي شكل التطوير فيها ويبقى يبدا التطوير عمليه التطوير ويكون شكلها ايه، خاصه وانه بتتم عمليات تطوير كمان في المناطق او في القاهره التراثيه والخديويه، ويعني بيتم رفع كفاءه كل المناطق التاريخيه في القاهره. يعني انا شايف ان يمكن الناس كلها شعر النهارده زي ما احنا بنبني عمران جديد، زي ما احنا بنبني امتدادات تستوعب زياده السكانيه اللي موجوده وبتعمل محاور تنميه جديده في مدن جديده، برضو في نفس الوقت عيني على تراثنا المعماري وهويه مدينتنا زي مدينه القاهره النهارده عمرها 1050 سنه. اقل حاجه انها ترجع تاني فرصه ان احنا عندنا النهارده البناء هي بتتنقل للعاصمه الاداريه الجديده، ففرصه كبيره ان يعاد منطقه وسط البلد بالكامل. ده بيتم النهارده. الميدان اللي بعد ان شاء الله ميدان التحرير بنشتغل فيه حاليا بالسياط وميدان الاوبرا، ثم بعد كده هنمتد بقى لشارع قصر النيل وميدان طلعت حرب وميدان مصطفى كامل وهكذا، مجموعه الميادين اللي محيطه بمنطقه القاهره الشرقيه. طب بالنسبه لميدان التحرير يا باشمهندس، امتى هيتم الانتهاء من اعمال التطوير اللي بتحصل فيه، خاصه انه احنا واصلين دلوقتي ل 90% انتهاء من هذه الاعمال؟ يعني فيما يتعلق بالمباني المحيطه بالميدان، احنا يعني الاسابيع اللي هي تنتهي ايضا من تطوير واجهه مجمع التحرير. امتى؟ امتى يا باشمهندس؟ هنكون هنا من مجمع التحرير.
هو في مشكله في الصوت يا باشمهندس، في الصوت بيقطع يعني. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا مهندس محمود ابو ساعده رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، عفوا مهندس محمد ابو ساعده رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، شكرا جزيلا لك.